من دبي نبدأ نشرتنا، حيث حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي صباح اليوم اللقاء السنوي لمستثمري موظفي شركة Forever Living Protex International حول العالم الذي عقد في مركز دبي التجاري العالمية. وضم اللقاء نحو 12 ألف مستثمر وموظف يتبعون للشركة في مكاتبها حول العالم، والذين رحبوا بمشاركة سمو ولي عهد دبي في تجمعهم الذي يستمر أسبوعا يتخلله العديد من الفعاليات الترفيهية وتوزيع أرباح الشركة للعام الماضي على شركائها المستثمرين. وقد التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم السيد كريغ موغان رئيس الشركة، وتجاذب معه أطراف الحديث حول أنشطة الشركة والقطاعات التي تستثمر فيها مع شركاء آخرين، خاصة في مجالات المواد والمستحضرات التجميلية والعلاجية والسياحية والترفيهية. وأوضح رئيس الشركة أن إجمالي مبيعاتها العام المنصرم تجاوزت 1,600,000,000 دولار أمريكي، وتمتلك وتدير 65 منتجعا في الولايات المتحدة و20 منتجعا في بعض دول العالم. وأعرب السيد موغان خلال لقائه وسمو ولي عهد دبي بحضور سعادة هلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجارية العالمية، أعرب عن شكره وامتنانه للجهات المختصة في دبي على التسهيلات التي توفرها لمكتبها الإقليمي في مدينة الحياة، منوها بالاستقرار المعيشي والأمن والأمان اللذين ينعم بهما موظفو الشركة في دبي. وأكد أنه اختار دبي لتكون الأولى خارج الولايات المتحدة لهذا التجمع السنوي لمستثمري وموظفي وعملاء الشركة الذين جاءوا من مختلف بلاد العالم ومن شتى الثقافات المتنوعة. وإلى جانب ذلك، رحب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالرئيس والموظفين، مشيدا باللقاء الكبير الذي يجمع جنسيات وثقافات متعددة على أرض دولة الإمارات وفي رحاب مدينة دبي، معتبرا سموه أن خطوة الشركة الأمريكية تعزز مكانة دولتنا العزيزة على خارطة المال والأعمال والاستثمار والسياحة، وتعكس السمعة الطيبة لدبي السعادة والفرح والسلامة. كما رحب سموه بضيوف الإمارات من أي جنسية وأي بقعة جاءوا وإلى أي عرق وثقافة ينتمون. يذكر أن مكتب فعاليات دبي للأعمال في دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي هو المنظم المشرف على هذه الفعالية العالمية.